صدف كده ان امبارح والنهارده عندنا مؤتمر عن مشاكل الارهاب البيولوجي. وانا سنة 2007 شاءت الظروف ان لان كان ليا شغل كتير في الحاجات دي قبل كده، وكنت كلمت رئيس الوزارة وقتها فدعا الجهات المعنية وعملنا يوم كامل عن الإرهاب غير التقليدي. في هذا اليوم تناولنا الإرهاب البيولوجي والإرهاب على ساحة الإنترنت والإرهاب الكيميائي والإرهاب الراديولوجي والإرهاب النووي على اعتبارها أنواع جديدة من الإرهاب لازم الواحد يحضر لها. فبناء على هذه الخبرة السابقة حضرت المحاضرة دي عشان المؤتمر اللي احنا فيه دلوقتي. وبعدين حاجتين حصل، طبعا القنبلة اللي جت فكرتنا بقضية الإرهاب إنها ما انتهتش ولا من بلدنا ولا من بلاد تانية كتير. لسه شايفين في الهند من شوية، في مومباي حصل إيه، شايفين في حتت أخرى حصل إيه قبل كده. فكان موضوع الساعة يعني أصبح موضوع الساعة، بعد ما كان هيبقى مؤتمر أكاديمي أصبح موضوع الساعة. في مجموعة حوالي 30 خبير من العالم العربي ومن أمريكا مجتمعين، والدكتور محمد الفحام وزملائه معهم في هذا الأمر. فأنا برجع على السلايدز بتاعة 2007، وجدت واحدة من السلايدز هتشوفوها لما نوصل لها هذكركم بيها، بتتنبأ بالأزمة المالية العالمية، وبتقول انه الوضع بتاع الأزمة المالية العالمية انه اظن يا سيادة اللي هو تقفل الباب بقى، يعني ما يصحش الناس يجوا بعد الميعاد بنص ساعة. دول الزملاء من بره من الخارج، طب اتفضلوا قدام بقى احسن، خليكوا قدام مليان كراسي فاضية قدام لو عايزين. خلينا نتكلم بقى في الموضوع ده. في الأزمة المالية العالمية كان ممكن انها تاخد دفعة بسيطة جدا، اي دفعة بسيطة جدا من حيث الـ ضربة في نظام مثلا السجلات المالية بتاعت الكمبيوتر، وده برضو من الحاجات اللي اتكلمنا فيها في السايبر تيروريزم، وقلت ان هو ممكن يتهز ويقع. هتشوفوا السلايد، هي نفس السلايد اللي استعملناها سنه 2007، بس اظن اغلب الناس اللي بصوا لها 2007 ما فكروش في مدى صحه هذا التقييم اللي كان موجود. الموضوع بتاعنا اذا هو موضوع ليه قضيه الارهاب، وايه مفهوم الارهاب البيولوجي. هذا الموضوع موضوع صعب، فهبتدي الاول حقيقه عايز اتكلم على مفهوم الارهاب. وفي خلافات كبيره بيننا وما بين امريكا واسرائيل، اغلب دول العالم بتتفق معانا في الكلام اللي هقوله، انما في خلافات مع امريكا واسرائيل بالذات وهشرح لكم ليه على قضيه الارهاب. يليها هقول 10 اسباب للارهاب مش بس بيزيد انما التأثير بتاعه هيزيد في السنوات القادمة. وبعدين نعرف انواع الارهاب غير التقليدي، وهنركز بقى بصفة خاصة النهاردة على تأثيرات بتاع الارهاب البيولوجي. والارهاب البيولوجي بيختلف عن انواع الارهاب الاخرى، انما ايضا احنا السؤال انه ممكن يعمل ابيديميك، ممكن يعمل بانديميك حتى، انتشار لعدوى بشكل فظيع جدا زي ما حصل في التاريخ وفي المجتمعات في مرات اخرى قبل كده. وبالتالي هل احنا عندنا طريقة للتعامل مع قضايا انتشار العدوى، وان الواحد يجد
ازمات من هذا النوع ولا لا، وانا بقول ايوه عندنا. بقى يعني نتكلم بقى، هل ممكن فعلا يحصل ارهاب بيولوجي؟ وايه الاهداف اللي ممكن تستهدف عندنا؟ وبعدين ايه اللي نعرفه عن الموضوع، وايه اللي لازم نعمله في العالم وفي مصر عشان نستعد لمثل هذه القضيه. فنبدا بالتعريف بتاع الارهاب ونقط الخلاف اللي اتكلمت عنها. النقط اللي ما عليهاش خلاف هي ان الارهاب فيه عنف، سواء عنف وقع او بتهديد بايقاع العنف، انه بيبقى له بعد سيكولوجي مقصود منه انه يعمل تخويف ارهاب، انه يرهب الناس، انه بيبقى الهدف الاساسي منه الهدف سياسي مش هدف مالي يعني، والا بيخش في نطاق الاجرام العادي، وانه بيبقى فيه تركيز على غير المحاربين يعني المدنيين بصوره عامه. لغايه هنا كل دول العالم متفقه على هذا التعريف. الخلاف هي النقطه دي، امريكا واسرائيل بيطالبوا وانه يكون غير قانوني، اي انه ما يبقاش اللي بيقوم بيه دولة. انما احنا واغلب دول العالم بنرفض النقطة دي، لان احنا بنعترف بان في ارهاب الدولة، ان الدولة نفسها تمارس ارهاب ضد دولة اخرى، وبالتالي الستيت تيروريزم ده لازم يعترف به كنوع من التيروريزم. امريكا واسرائيل زي ما بقول هم اللي رافضين النقطه دي، مصرين ان لازم يحطوا الحكايه دي عشان يطلعوا نفسهم من الحكايه دي. لان طبعا استعمال القنابل النوويه حتى في حاله الحرب يمثل نوع من الارهاب طبقا للتعريف السابق تماما، لان القنابل النوويه بتضرب غير العسكريين. تضرب مدينه زي هيروشيما ولا ناكازاكي بتقضي على كل المواطنين اللي ساكنين في هذه المدينة، والواحد بيبقى يعني الفكرة فيه طبعا هدف سياسي هو استسلام اليابان في مثل هذا الحال. واللي بتعمله أمريكا في ضرب المدنيين في حتت مختلفة سواء باكستان أو أفغانستان أو إسرائيل اللي بتعمله في العراق في زول في فلسطين في الأراضي المحتلة في غزة اللي شفناه كل ده، طبعا احنا بنعتبره سو جنوب لبنان لما هاجموا في جنوب لبنان، كل هذا بنعتبره ستيت سبونسرد تيروريزم. يعني كون ان الدوله بتقوم به مش معناته انه ما هوش نوع من الارهاب. انما انا هنا هتكلم بصفه خاصه على الجماعات اللي هي خارجه عن نطاق الدول، اللي هي مش ملتزمة بتوقيعات على اتفاقيات دولية وغير ذلك من الوسائل. فإذا جينا لقضية الإرهاب، الحقيقة أهم حاجة أنه أفضل الوسائل للتعامل مع الإرهاب هو أن الواحد يحاول يحل المشاكل اللي بتؤدي للإرهاب من قبلها. يعني إحنا لسه دلوقتي شايفين مثلا أخبار في سريلانكا، صراع ما بين الحكومة والتاميل تايجرز بقاله مدة طويلة جدا، ودلوقتي وصل يعني إلى الحكومة بتقول هتكسب الحرب، التاميل تايجرز بيقولوا إن إحنا مستعدين نبطل الحرب لحقن الدماء، أيا كانت الظروف، في وراها أزمة، هذه الأزمة لها جذور، هذه الجذور جذور إثنية وصراعات على الأرض وغير ذلك من الأسباب. سواء لو نظرنا للجماعات والميليشيات المختلفة اللي موجودة في دارفور واللي بتعمله في دارفور، ايضا في قضايا بتؤدي الى قيام هذا النوع من الارهاب، كذلك في الكونغو، كذلك في حتت معينه موجوده جدا. فحل افضل حاجه للتعامل مع الارهاب ما هوش مجرد العمل البوليسي، انما هو ان الواحد يمنعه بالتعليم، ان الواحد يبقى عنده معلومات، فالتعليم من ناحيه يبقى عنده نظم معلومات، يبقى عنده استعمال الحل البوليسي في كل حالة خروج عن القانون، انه يبقى في محاولة لمنع الناس انها تتجه الى العنف، بان الواحد دي البدائل.
البدائل في المشاركة بالرأي، البدائل في طرح تصوراتها المجتمعية، يبقى في بدائل تمنع أن الناس تتجه إلى العنف إلا بأعداد بسيطة جدا. إنما زي ما الجماعات اللي بتتجه إلى العنف ما هي بتكتسب أعضاء جدد، التجربة بتبين أن ممكن أن الناس كانوا في هذه الجماعات أنهم يتركوها. وأظن أن أغلبكم بتراجعوا أيضا اللي حصل، المراجعات اللي حصل في بعض الجماعات على جماعات دينية بالنسبة لقضايا العنف. عندنا المراجعات دي مهمة جدا، بتبين برضو مجموعة ناس كانوا متجهين للعنف وبيرجعوا إلى الوسائل الأخرى. وكل ده طبعا مرتبط بطريقة التعامل مع الحريات والحقوق المدنية وكيفية التعامل أمنيا مع هذه الأمور. كل هذه الوسائل مطلوبة لمعالجة قضية الإرهاب. القضية الإرهاب مش مجرد قضية بوليسية، مش مجرد قضية علمية، ولكنها أيضا قضية مجتمعية. ولعلاج المجتمع لازم المجتمع كله يشارك في هذه الأمور. أنا بضرب مثل في حالة دار لوجود الإرهاب بأن ده نوع من كراهية، كراهية للمجتمع، كراهية للذات، كراهية لرؤى المستقبل المطروحة أيا كانت. وده نفسه عامل زي المرض المعدي. فأهم حاجة في لما الواحد يعالج مرض معدي أنه يعرف أي مرض بيعالجه. هل أنا بعالج كوليرا ولا بعالج إيبولا ولا سمول بوكس، عشان اعرف اتعامل معاه، فيبقى فاهم بالظبط جذور المشكله. تاني حاجه انا بحاول ان احنا بنعمل بلوكينج للريسبتورز بتاعت الانفكشن، يعني بندور على وسائل نحمي الخلايا بتاعت الجسم اللي هو في هذه الحاله خلايا المجتمع، بنحاول نحميها من تواصل مع هذا الباثوجين المعدي. وبنحاول بعد كده ان احنا نأثر على الجرثومة نفسها اللي هي في هذه الحالة المجموعة الإرهابية، وبنعالج المريض اللي هو المجتمع في هذه الحالة. ولكن طبيا أيضا بندور على أساس أنه بعد ما واحد مننا بيمر بمرض شديد أنه لازم يمر بفترة نقاهة، ويقولون فترة نقاهة عشان يسترجع قواه كاملة. فليس العلاج مجرد ان الواحد تمكن انه يكسر حاجه، انما انه يرجع الصحه العامه بتاعت المجتمع ايضا جزء لا يتجزا من هذه الرؤيه. انما ايا كانت الظروف ومهما عملنا فقدر من الارهاب سيتواجد، ولكن لازم يكون محدود جدا، ولازم ان المجتمع عامه بيكون بيلفظ هذا المنهج لاحداث التغيير. الصورة طبعا تغيرت على العالم لما انضربت أمريكا في 11 سبتمبر في قضية الوورلد تريد سنتر. وكان يوم طبعا زي ما انتم عارفين جميعا أثر على قلب، مش بس قلب نيويورك، إنما أدى إلى أن إدارة جورج بوش سمحت لنفسها كل وأباحت لنفسها كل المحرمات، وأقامت حرب في أفغانستان وفي العراق وحاجات كثيرة جدا، حتى في حد من الحريات اللي موجودة في المواطنين الأمريكيين نفسهم. ولكن للأسف احنا بنتكلم على طول الوقت نتكلم على 11 سبتمبر، طبعا لما حصل حاجات تانية كتير، وبيحصل حاجات تانية كتير في كل حتة في العالم، وكون ان ما فيش آلاف الناس بتموت فيها لا يعني انها ما هياش مهمة. وهذه الأحداث الفظيعة اللي بتحصل ما بنتكلمش فيها كفاية، لأنه لازم نتذكر أن الثلاثة اللي ماتوا في الحادثة اللي وريتها لكم دي، بالنسبة لهم والله لو مات معهم 3000 تانيين أو هم ماتوا لوحدهم، هم والأسر بتاعتهم حسوا بهذا القدر من النتائج الإرهابية، بغض النظر عن كام واحد تاني حس معهم بنفس القدر. القضية الإرهابية نفسها قضية سواء أن العدد كبير أو عدد قليل، إنما هي ظاهرة يجب أنها تكتز من جذورها في المجتمعات. إنما زي ما قلت لكم في 10 أسباب أنا في رأيي أن التأثير بتاع الإرهاب بيزيد. إيه هي الأسباب دي بقى؟ أول حاجة أنه في مجموعة من الدول النهاردة فيها حالة انفلات
وصل إلى ما بعض المؤرخين والمعلقين سموه فشل الدولة نهائيا. في دراسات تتعمل بتعمل إندكس سنوي، ده تمثيل للدول اللي هي معرضة لهذه المشاكل. ما فيش غير كندا وأستراليا ونيوزيلند والدول الاسكندنافية وهولندا سويسرا والنمسا وإيرلندا اللي هم اعتبروهم المحللين نسبة أو الخطورة فيهم شبه منعدمة، أما التانيين كلهم فعندهم يعني قدر متفاوت من الخطورة. وطبعا الجزء الأكبر موجود في أفريقيا، دي كولومبيا من هنا، وهنا عندنا دي شريلانكا، باكستان وأفغانستان، وبعض دول آسيا الوسطى، العراق واليمن هنا هو. فدول أغلب الدول في أفريقيا. في هذه القضايا اللي بيحصل طبعا مجموعات مسلحة بتتصارع، ويمكن أقرب مثل قدامنا الصومال، اللي بيحصل في الصومال. الحكومة المركزية شبه منعدمة السلطة، مش قادرة تفرض سلطانها على الأراضي اللي عندها، وبالتالي الصراعات شبه مستمرة، ساعات تروح داخل إثيوبيا، ساعات تخش أمريكا، ساعات تخش جهات أخرى، أيا كانت كل هذه الجهات الغالبية بتلعب بصوابعها في هذه الظروف. السيادة الوطنية على الأرض البلد شبه منعدمة في مثل هذه الأحوال. للأسف من أفقر دول العالم هي أكثر المناطق اللي مهددة بهذا النوع من الانفلات، بالذات في الدول الإفريقية. والقارة الإفريقية رغم أنها أكثر منطقة في العالم فقرا وتخلفا وبجميع المؤشرات الصحية والتعليمية والدخل والإنتاجية وإلى آخره، هي أيضا أكثر مناطق مهددة بمثل هذه الحروب. تاني حاجة أن ظهر عندنا البعد الأيديولوجي بصورة جديدة. بقول بصورة جديدة ليه؟ لأنه طبعا الناس النهاردة بتتكلم على أن اللي بيعملوا الحاجات دي إسلاميين، اللي هو ان واحد يحط قنابل ويموت نفسه مع ناس تانية. انما اللي بدأوا الحكاية دي بصورة كبيرة كانوا اليابانيين اثناء الحرب العالمية التانية، سموهم الكاميكازي. الكاميكازي دول كانوا طيارين، كانوا بياخدوا الطيارة بتاعتهم وروح داخل خابط المركب بتاعت الاسطول الامريكي ويموت نفسه ويحاول انه يكسرها. فهذا البعد طبعا من الاصعب جدا لما يبقى واحد عنده مستعد ان هو يموت نفسه، من الاصعب جدا الواحد يمنع هذا العمل عن واحد بيحاول يطفش. فالنهارده الطيار ده جاي من العالم الاسلامي، انما الطيار الايديولوجي قوي جدا. قبل كده كان جاي من اليابان، وقبل كده كان جاي من بعض الدول الشيوعيه. انما طب ده بيجي من ايه؟ طبعا من الظلم. يعني الواحد لما يشوف صوره زي دي من ضرب جنوب لبنان، ف يعني هذا الشاب بوكس اور بومبز زي ما كانت الصوره اسمها، لما يلاقي نفسه في هذه الظروف، لما الشباب اللي في غزه ده، طب هو طبعا يعني هيعمل ايه؟ هنجده ان هو بيتجه الى هذا العنف ومستعد يضحي بنفسه. فلما يبقى في واحد مستعد انه يضحي بنفسه، هيبقى صعب جدا ان القوى الامنيه تحمي من هذا النوع من المشكله بالنسبه لواحد بيحاول انه يعمل حدث ويطفش. لان تخطيطه لهذا الحدث هيبقى مختلف، وده اغلب الوقت القوات الامنيه بتقدر عليه بسهوله. الحاجه الثالثه زياده الكثافه السكانيه. يعني المدن بتاعتنا زادت كثافة، وأي واحد منكم يفتكر حتى أسماء في اسكندرية، منطقة الرمل منطقة مش عارف ايه، يعني مناطق كانت كلها فيلات، مطرح الفيلات دلوقتي بقت كلها عمارات. فبالتالي قنبلة في أي مدينة النهاردة تأثيرها هيزيد أكتر قوي عما لو اتحطت في وسط منطقة فيلات. فالكثافة السكانية في العالم كله بتزيد، وبالتالي الأحداث اللي بتحصل بالضرورة هتأثر أكثر على عدد أكبر من الناس من هذه الكثافة السكانية، وده في العالم كله مش بس عندنا. الحاجة الرابعة زيادة قيمة
العقارات والمقتنات الموجودة فيها. فمع الاستثمارات الكتيرة جدا ونمو الدخل في المجتمعات، بيترتب على كده انه لما بتنضرب اي منطقة برضو تكلفة اللي بتتأثر نتيجة للعمل الإرهابي بتزيد. وده مش بس كده، بنجد هذا أيضا في حالة الزلزال وفي حالة العواصف الهاريكينز وغيرها، إن التأمينات اللي بتندفع سنة بعد سنة بترتفع، حتى لو الزلزال أو الإعصار بنفس القوة اللي كان فيها السنة اللي قبلها، لأن قيمة المقتنيات زادت، مش بس الكثافة السكانية إنما قيمة المقتنيات زادت. وإذا تأثير أيضا قنبلة بنفس الحكاية، وهذه المقتنيات في كل حتة في العالم قيمتها بتزيد. السبب الخامس إن وجود الماس ترانزيت الحديث، طيارات، بيخلي إن واحد ممكن يبقى في ناحية في العالم ويروح يضرب حاجة في الناحية التانية في العالم في ظرف 12 ساعة واختفى في حتة تانية في العالم بعديها. إنما أيضا الطيارات نفسها هدف، خصوصا وهي طالعة ونازلة من المطارات، وزي ما أنتم عارفين ما زال في بعض الناس رأيها إن رحلة مصر للطيران اللي وقعت في نيويورك انضربت بآر بي جي من قريب من المطار. إنما أيا كان الطيارات دي لو هي نازلة وهي طالعة بتبقى هدف سهل لأي سبب إرهابي. كذلك نظام المترو، لأنه في اختناقات طبيعية لأنه ماشي في أنفاق، فبالتالي من السهل جدا الواحد يفجر فيه حاجة تعمل مشكلة. وده طبعا اللي حصل في لندن لما حصل 4 قنابل ضربوا المترو بتاع لندن. ده منظر الإرهاب اللي حصل في لندن. القطارات نفسها بتدي حاجة مشابهة، لأنها بتمشي على قضبان وعلى محطات محددة على عكس العربيات، فبيبقى طريقها معروف، محطاتها معروفة، الأماكن اللي هي بتضطر بتعدي منها، كباري بتعدي منها معروفة. وبالتالي زي ما حصل في مدريد هي نفسها أيضا بتبقى مستهدفة بسهولة. في أيضا قطاعات معينة من الصناعة، وهنا بقى قلت لكم في السلايد وأنا بحضر المحاضرة دي، لقيت السلايد اللي استعملته سنة 2007 هوريه لكم من دلوقتي. طبعا أول واحدة اللي هي قضية السياحة، وده طبعا الهدف وراء العمل الإرهابي في مصر، سواء كان قبل كده في شرم الشيخ أو في طابة أو في دهب والآن في الحسين زي ما انتم شايفين. إنما أيضا المحطات البترولية، كل البايب لاينز البترولية، وشفناها في العراق وشفناها في الكويت، كل ده بيبقى سهل قوي. دي كلها أنواع من أو قطاعات صناعية سهل استهدافها. إنما مش بس هي لوحدها، أدي الصورة اللي استعملتها سنة 2007 على الفاينانس. بس بما إن كنا بقى بنتكلم أساسا على أنواع مختلفة من الإرهاب ما طولناش في هذا الموضوع. إنما فعلا طبعا العالم المالي عالم ضخم جدا وله قوة وقدرة كبيرة جدا، ولكنه أيضا هش جدا، من السهل إنه يهتز، خصوصا لو مثلا سايبر تيروريزم بإلكترومغنيتيك بالس تمكنوا إنهم يأثروا على نظم المعاملات المالية اللي هي كلها ماشية بالكمبيوترز في العالم كله دلوقتي، فده يعمل هزة كبيرة جدا. بس يعني لقيت ان السلايد ده سنة 2007 كان بيتنبأ بصورة ليس لا بأس بها، انه رايب تو فول، يعني خلاص اوشك على امرأة. الثورة المعلوماتية اللي احنا عايشينها لها فوائد كبيرة جدا، انما زي ما انتم عارفين مثلا احنا في مكتبة اسكندرية بنصر على حماية المعلومات بتاعتنا، لأن فعلا كل ما بتزيد المعلومات بتاعتنا وقدرتنا واستعمالنا للنظم دي، كل ما الكم وقيمة الكم اللي موجود في صورة إلكترونية وصورة رقمية بتزيد، والواحد لازم يحميه من المغرضين اللي هو دلوقتي برضو. إنما أنا مش هتكلم عن الناحية دي، أنا هتكلم على ناحية إنه أيضا بيساعد الإرهابيين إنهم يربطوا شبكة إرهابية عبر العالم كله. النهارده الاتصالات العالميه دي شغاله 24 ساعه في 24 ساعه،
فيري ايزي الواحد يتصل باي حته. الموبايلات ده هي اللي ممكن الواحد يستعملها يشتريها ويستعملها ويرميها، بيسموهم ديسبوزبل فونز دلوقتي، غير ذلك من الوسائل. فالثوره المعلوماتيه لها فوائدها ولكن لها ايضا خطورتها، خطوره اللي كنت بتكلم عنها بالنسبه لحمايه المعلومات وبتاع، انما خطوره اخرى هي ازاي بيستعملوا الانترنت للاتصال ببعض في النظم الارهابيه. ودي صوره مهمه قوي، دي في اقصى جبال الانديز في امريكا اللاتينيه، منطقه وعره جدا انما برضو فيها انترنت كافيه. يعني الانترنت كافيه موجود في كل حته في العالم، حتى في ابعد حتت في القرى في جبال الانديز. انما بنقول ان في تحت الرؤى، احنا هنا كلنا بنستعمل جوجل والالتا فيستا ومش عارف ايه والحاجات دي، انما من تحتيه في حاجات كثيره جدا بتسمح بالاتصال وترتيب حاجات عبر العالم كله، ودي القوى الامنيه لازم تشتغل عليه بصوره واضحه جدا. السبب اللي بعد كده هو سهوله تواجد السلاح والمفجرات. النهارده في العالم مليان كم سلاح غير معقول، والامم المتحده بتعمل مجهود ضخم جدا في المساله دي، لان هذه الاسلحه موجوده بكميات وباسعار بسيطه جدا. في اوغندا ثمن الكلاشنيكوف اقل من ثمن فرخه. عايز يشتري فرخه عشان ياكلها او هيدفع اكثر من انه يشتري سلاح. وفترات بعد الحرب الاهليه الواحد يجد سلاح كتير جدا في هذه المناطق. طبعا لما بياخدوا الاسلحه دي بيحاولوا يكسروها، وده اعلان حتى الامم المتحده لهذا الامر. حتى العيال بيسلحوهم في افريقيا، ودي طبعا تعتبر من الجرائم الكبرى ان الواحد ياخد عيال ويعلمهم القتل من صغرهم بهذه الصوره، انما ده برضو مع توفر السلاح بتامل. انما في نوع تاني من المشاكل، هو توفر الوسائل اللي الواحد يقدر يعمل بيها مفجرات، من مجرد امونيوم نيتريت ده نوع من السباخ، وشويه زيت زي بتاع عربيات ممكن يعمل قنبله فيري افكتيف. المشكله ان القوى الامنيه لما تبص في عربيه وتلاقي ان واحد شايل اكياس امونيوم نيتريت وشويه زيت، مش هيقولوا ان دي قنبله، دي حاجات طبيعيه الواحد يتواجد معاه، عنده جنينه وعنده عربيه وتراكتور وبتاع. انما من السهل جدا الواحد يكون منها قنبله، وده اللي حصل في امريكا مع تيموثي ماكفي وتاري نيكولز في 19 ابريل 95. عملوا قنبله منزليه من هذا النوع وفجروا بيها المبنى بتاع الحكومه الفيدراليه الامريكيه في اوكلاهوما سيتي. ودي على فكره يعني عشان مهم قوي، ان زي ما بقول لهم دايما دول هوم جرون وما لهمش دعوه ولا باسلام ولا غير اسلام ولا بتاع، اهو عندكم ارهاب محلي من عندكم من ناس ما لهمش صله بالمشاكل الاخرى في العالم. انما الصوره دي مهمه قوي لان بتبين لكم المبنى كله انهار من القنبله المنزليه دي. والمنزليه مش حاجه صغيره يعني، ممكن انها تبقى تاثيرها ضخم جدا. فطبعا توفر هذه الماده بيخلي النهارده برضو ده احد الاسباب ان ممكن العمليه الارهابيه تزيد. في حاله اوكلاهوما سيتي كان في 168 قتيل و800 جريح. البلاستيك اكسبلوزيفز طبعا دلوقتي بتعدي في الكشف بسهوله، لانها ماده زي السيمتكس وغيره، ودلوقتي بيربطوها كمان مع القنابل العنقوديه عشان يزودوا سوء التاثير بتاعها، انما هي سهل استعمالها وبتؤدي لانفجارات كبيره جدا. وتقريبا اغلب الانفجارات اللي لما بنقرا ونسمع مثلا حصل في العراق بالعربيات وبتاع، العربيات دي بتبقى سيمتكس، بتحط فيها بلاستيك اكسبلوزيفز، اكسبلوزيفز بتبقى عنيفه جدا. اخيرا قبل الاخر يعني لما تسعى في نقطه افكتفنس اوف سمول لايت ويبنز، سموها اسلحه خفيفه، انما الاسلحه الخفيفه دلوقتي اصبحت قاتله جدا. يعني ده اللي هو الروكت بروبيلد جرينيد او الار بي جي، الصاروخ بيتحط على كتف الواحد وبيضرب بيه زي ما انتم شايفين كده، وبيقدر يضرب بيه طياره، يضرب بيه عربيه، يضرب بيه دبابه، يضرب بيه اي حاجه. فالاسلحه الصغيره الخفيفه دي ما اصبحتش زي المطوه او السكينه، لا ليها تاثير عنيف جدا. هذه الاسلحه الصغيره
طبقا لاحصاءات الامم المتحده بتموت 500,000 واحد في السنه، كلهم من المدنيين. 500,000 واحد ده تقريبا واحد في الدقيقه، يعني الساعه اللي هنقعدها مع بعض دي فيها هيكون في 60 واحد في حته ما في العالم قتلوا بهذا النوع من الاسلحه واحنا بنتكلم، ده غير اللي قتلوا بحاجات تانية يعني. انما بالاضافه لده كله السبب العاشر بقى هو التكنولوجيا الحديثه. التكنولوجيا الحديثه بتفتح مجالات طبعا لتطبيقات جديده ما كانتش موجوده قبل كده، ومنها بصفه خاصه طبعا هتكلم على التاثير البيولوجي. فهذه اسباب، دي اسباب موضوعيه بتبين ان ايا كان النظام ايا كانت الظروف فالخطوره موجوده وقائمه، ونتيجه لهذه الخطوره القائمه هيبقى في دايما مطالبه للمجتمع انه يشترك في معالجه هذه القضيه عشان نقدر نتجه نفهم معاها مظبوط. طب ايه الانواع الجديده اللي فتحتها التكنولوجيا الجديده؟ هم انا في رايي خمس انواع. التخوف من السلاح النووي. يعني طبعا باكستان النهارده على كف عفريت، انما بغض النظر عن باكستان على كف عفريت في امكانيات لاقامه ونقل قنابل حجمها نسبيا صغير من القدره النوويه، والتاثير النووي كبير جدا بس انا مش هتكلم في هذا الموضوع. التاثير الراديولوجي مختلف، الفكره فيه ان الواحد يعمل قنبله نوويه ما هياش اساسا مش هتفجر انها تكسر مباني كتير جدا، انما ملوثه جدا بالاشعاع النووي راديو اكتيفيتي، وراديو اكتيفيتي بقى هتخش في كل حاجه فتخلي مناطق بحالها نظم ميه مش عارف ايه غير قابله للاستعمال من الناس، وطبعا تاثيرها انها بتحدث سرطانات في الناس اللي بتبقى معرضه للتاثير الراديولوجي، ولذلك احنا دايما بنخاف جدا وبنحاسب على اي ماتيريال راديو اكتيف. السايبر اتاك او الحاجات اللي خاصه بالكمبيوتر من نوعين، كونفنشنال فيروسات وغيره من الاتاكس اللي بتتعمل على السيستمز نفسها، او انه ممكن يبقى في الكتروماجنتيك بالس. اذا جاء الالكتروماجنتيك بالس ده ممكن هو يعمل كوربشن للفايلز الموجوده، للديتا بانكس، للهارد ديسكس، لكل الحاجات دي تتاثر بيها بالالكتروماجنتيك بالس. الالكتروماجنتيك بالس بيحصل مع مثلا اي انفجار نووي، انما في وسائل مختلفه وفي حتى قنابل، وعلى فكره في توصيف كامل ازاي الواحد يعمل قنابل من هذا النوع موجود على الانترنت يعني. النوع الرابع نوع قديم شويه انما زادت امكانياته، اللي هو الكيماوي، الارهاب الكيماوي. الارهاب الكيماوي ان الواحد بياخد كيماويات تركيبها ضار للانسان، وده ممنوع طبعا من ايام الحرب العالميه الاولى لما الالمان استعملوا الماسترد جاس وغيره، واتفاقيه جنيف منعت الحاجات دي. انما يمكن حدث بعضكم سمع عنه في التسعينات لما مجموعه ضربت المترو الانفاق بتاع طوكيو استعملوا سارين جاس. سارين جاس مؤثر كيماوي. ايه البيولوجي بقى؟ البيولوجي في ثوره في البيولوجي بتحصل في العلوم البيولوجيه كلها، واحنا داخلين فعلا في القرن بتاع الثوره البيولوجيه. اتكلمنا قبل كده على الدبل هيليكس وتركيب الدي ان ايه وكل الكلام اللي نفهمه في البيولوجي. انما مع البيولوجي دلوقتي في امكانيات ان انواع معينه من الجراثيم والامراض ممكن تستعمل كسلاح. لم تستعمل الان، انما لازم المفروض نقدر نقيم تقييم علمي للخطورات الموجوده ونسال نفسنا وات اف حصل كذا هنعمل ايه؟ وات اف لو حصل كذا هنعمل ايه؟ النقطة اللي عايز أركز عليها والسبب إن أنا بتكلم النهاردة على الإرهاب البيولوجي، لأنه نوعيته مختلفة. الإرهاب البيولوجي أخطر من أي نوع آخر من الإرهاب. ليه؟ لأنه لو فكرت في أي نوع تاني من الإرهاب هو بيبقى محدد المكان، يعني حد ضرب قنبلة على هيروشيما مش مضروبة على طوكيو،
حد ضرب قنبلة في الحسين، ما حصلتش هنا عندنا في اسكندرية، حصلت في الحسين. مدريد يبقى برشلونة ما ضربتش، احنا يعني عارفين بالظبط المكان في لوكاليزيشن. بعد ما حصل الحدث بيبقى الآثار بتاعته تبقى محدودة في هذه المنطقة. مكان الهجوم الإرهابي ونوعيته بتبقى واضحة، بتبقى باينة قدام الناس، بنشوف الانفجار، بنشوف الحريق، بنشوف التأثير الكيماوي، بنعرف الضربة اللي جت في الكمبيوترز إلى آخره. الناس اللي هم يعني الضحايا بتاعته بتبقى معروفة. وانا عشان اتحضر للحاجات دي لازم احضر نفسي في الحريق وفي الميديكال سيرفيسز، طبعا في الكمبيوتر لازم اعمل حاجه تانية، انفجار في شارع من الشوارع، بحتاج ان يبقى عندي امكانيات للحريق عشان امنع الحريق انه يمتد، اني اعالج المرضى او الناس الجرحى اللي بتحصل في الحكايه دي. القنابل الراديولوجيه اللي ممكن انها تستمر طبعا تاثيرها سنوات طويله، انما بتبقى المناطق بتاعتها معروفه وممكن واحد يعمل عليها كارانتين بسهوله. في كل هذا التعامل الامني مع القضيه بيبقى معروف. انا بقول اللواء شريف عمار ده طبعا من جهاز الامن وانا واثق فيه، وده عملنا كشف امني عليه وده مضمون وده مش مضمون وده عندنا تشككات فيه الى اخره. اللي بيحصل بقى في البايو تيروريزم مختلف، والاختلاف الجذري فيه هو انه الضحية نفسها بتصبح جزء من السلاح الارهابي. ببقى لانه بتعرض انا لمرض، هذا المرض معدي وبشيله معايا وبمشي بيه، وممكن ان انا بقى قاعد مع اخويا، مع مراتي، مع امي، مع ابني، ومش عارف اذا كان ابني ده او مراتي عمالة تعديني ولا ما بتعدينيش. قضية ما فيهاش بقى كشف أمني. ما أصبحش فيها أي نوع من أقدر أقول لا دول مضمونين فوتهم ده ما تمنعه من الدخول، ما أقدرش. لأن أنا مش عارف مين اللي تأثر بهذا الهجوم البيولوجي. والهجوم البيولوجي جايز ما يعلنش إلا بعد الحدث، بعد ما يقع. فعلى حسب الفترة اللي بنسميها الانكيوبيشن بيريود، الواحد يكون معدي وعمال بيشيل في جسمه، بيبقى في فترات معينة ساعات أو أيام على حسب الأمراض أو على حسب الباثوجينز اللي بتستعمل، ممكن إنه الناس أقرب الناس إليك بيصبحوا هم منبع الخطر. فده تغيير جذري وبيغير بصورة الواحد ما يقدرش يتخيلها العلاقة الاجتماعية والمعاملات المجتمعية كلها. وفي أمثلة لهذا هرجع عليها تاني، انما عشان نشوف نعالجها ازاي. الخوف بقى اللي بيحصل جزء من السلاح البيولوجي، جزء كبير من السلاح البيولوجي. ليه؟ لان مثلا الابيديميك بتاعت الانفلونزا بتاعت 1918 قتلت 100 مليون بني ادم، وتعتبر يمكن اكبر ابيديميك في التاريخ، تقارن بالطاعون بتاع القرن الرابع عشر اللي شال نص او تلت السكان بتوع اوروبا. دي صور من 1918 في امريكا، ما كانش فيه مستشفيات كفايه، فكانوا بياخدوا المحطات والهناجر وبتاع ويحولوها الى مستشفيات للمرضى والموتى. هذه صور قدامكم. وكان ممنوع الناس تتحرك، ممنوع الاجتماعات العامه. البوليس اللي كان مضطر يتواجد كان بيحاول يلبس ماسكات ليحمي نفسه من انتشار العدوى. طبعا دي عدوى طبيعيه. السؤال طب يحصل ايه لو جماعه ارهابيين اطلقوا عدوى بالاسلحه البيولوجيه الجديده واطلقوها على المجتمع؟ ايه اللي يحصل وقتها؟ او يعني النهارده احنا بنشوف، ودي نقطه مهمه، ان احنا مثلا تخوفنا من انفلونزا الطيور. في مصر كان في 11 حاله H5N1 النوع ده. هل ممكن بينتقل من الطير لبعض الناس اللي بتشتغل مع الطيور؟ ممكن. انما لو حصل له ايه؟ لو حصل طفره وتحول الى حاجه تنتقل من الانسان للانسان،
ما هو مثلا الايدز، مرض الايدز الاتش اي في، ما موجود في القرود من مده طويله جدا، انما من فتره حديثه انتقل الى الانسان واصبح من الكوارث الانسانيه مرض الايدز. فممكن بيحصل له طفره وبيعدي السبيشيز بارير. هل احنا عندنا مقدره ان احنا نتعامل مع انتشار اوبئه بهذه الصوره؟ في منها ان احنا نستعمل انواع جديده من الرياضيات عشان نعمل بلاننج لحساب ايه التاثير بتاعه. فمثلا ده حاله الايدز في جنوب افريقيا، وبنتمكن ان احنا مش بس بنعمل بلوتنج ليها، انما الملفت ان احنا ممكن نوقفها. زي ما انتم شايفين بيحصل لها ستابيلايزيشن بعد فتره من الزمن. والماثيماتكس هنا مهمه لانها بتلعب دور كبير، لان كنا زمان في الاولد مودلز بنقول ادي مجموعه من السكان، ادي مجموعه ممكن انها تتاثر بهذا المرض، يبقى البروبابيليتي بتاع تاثيرها هيبقى ايه. المودلز الجديده مبنيه على النتورك، انا بتصل بمين وكل واحد من الناس اللي بتصل بيهم ده بيتصل بمين، وبالتالي قدرتي ان اقدر اتابع الامراض وتحركها داخل المجتمعات بيبقى اسرع واقوى بكتير. ودي من فوائد الكمبيوترز، لان طبعا واحد صعب جدا انه يعمل حاجات زي كده بايده، فبتحتاج لسوفيستيكيتد كمبيوتر مودلز اقدر اعمل تراكنج للي بيحصل من حيث التحركات بتاعه المرض في المجتمعات. في مراكز متخصصه، السي دي سي ده اكبر مركز في العالم موجود في اتلانتا في امريكا، متخصص في الامراض المختلفه، والعالم كله ممكن احنا نبعت لهم نقول لهم عندنا حاله بالشكل ده، يقول لنا دي نوعها ايه، المعمل يحلل على طول ويقول لك ده كذا 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 ويعالج بهذه الصوره، وبيتعاون عن قرب مع مؤسسه ال WHO. بس المعامل ضخمه جدا السي دي سي، ولعب دور مثلا في قضيه السارس. السارس ده لو تفتكروا نوع انفلونزا حاده طلعت في هونج كونج وفي مناطق من الصين، والحقيقه ده مثل يحتذى به في كيفيه التعامل مع هذه المشاكل. ده مثل طبيعي، انما ممكن جدا الواحد يقول نفترض ان السارس ده كان نتيجه هجوم بيولوجي في هونج كونج، كيف يتعامل العالم مع هذا؟ فده اول حاجه، the number of cases was being reported. WHO كان بيتابع الكيسز موجوده فين، كيس بكيس، one in Brazil, one in Australia, one in Malaysia. ناس بتسافر تبقى اتعادت في هونج كونج ونقلت هذه العدوى. كندا فيها 91 واحد، دي مهمه قوي القضيه دي، لان القضيه فيها 2700 كيس، ده لغايه 8 ابريل. يعني زي ما انتم شايفين الاحصاء هنا بيقول 1430 جي ام تي، يعني يوم كذا 8 ابريل 2003 على 2:30 بعد الظهر كان في 2671 حاله، يعني بيتابعوا بالدقيقه والساعه. انما المثل عايز اضرب امثله من كندا، حالتين. الحاله الاولى فانكوفر، في مدينه فانكوفر، صوره فانكوفر اهي، شخص واحد اتعادى في هونج كونج، وصل بالطياره، تعب، راح المستشفى، حصل تشخيص سليم، عزلوه، مفيش ولا حاله تانيه في فانكوفر. بينما في تورونتو برضه في كندا، شخص واحد اتعادى في هونج كونج، وصل تورونتو، كانت ست كبيره في السن، رجعت على اسره ليها اولادها واحفادها واختها ومش عارف ايه، ماتت من غير ما يعرفوا ماتت من ايه، يعني تعبت، قعدت في السرير تعبت، ما ودوهاش مستشفى، عادت كل الناس اللي في البيت، كل واحد منهم راح، العيال راحوا عادوا الناس في المدرسه، والكبار راحوا عادوا الناس في الشغل، وناس في الطريق وناس في المواصلات. فترتب على كده hundreds were infected في تورونتو. الفرق ما بين الحالتين هو الوضوح في ازاي التعامل مع هذا. التشخيص السريع، منع العملية، تشخيص سليم سريع، الاتصال بالجهات الصحية. وده مشجع، لان اذا نظرنا في حالة السارس دول عدد الموتى ودي عدد الحالات. بعد شويه احنا بنتكلم هنا من مارس ليونيو، الزياده الفظيعه اللي كانت حصلت في الحالات حصل لها ستابيلايزيشن
عند تقريبا 8500 حالة، وبدأت انها يحصل لها ستابيلايزيشن. ليه؟ لان بقى حصل قضية اعلام، والاعلام هنا مهم قوي. وبالتالي في الارهاب البيولوجي الاعلام بيلعب دور مهم جدا، لان احنا بنطلب تغيير في السلوكيات بتاعت المجتمع. فالتواصل ما بين المجتمع ككل مع الجهات الصحية والجهات الامنية في نفس الوقت بيقتضي ان السياسة الاعلامية تبقى جزء من التعامل مع الخطورة. وطبعا عملوا كامبينز، وفي الصين بالذات لبسوا العيال ماسكات كده عشان ما يعدوش بعض والى اخره من الوسائل. وفي نفس الوقت بقى جندوا طاقات علمية كتيرة جدا عشان يحللوا السارس ده ويعرفوا ازاي يتعامل مع السارس. وده الكفر بتاع مجلة اسمها سيل بيولوجي 2003 لما فصصوا شكل السارس فيروس وعرفوا ازاي يتعاملوا معه. فاذا التجربة بتبين ان احنا بنعرف على الاقل نحد من ازمة الناتجة عن الابيديميك بتاعت العدوى. نرجع تاني بقى للبيوتيروريزم. ايه اللي نعرفه عنه؟ في كتب كتيرة جدا كتبت عنه في الفترة الأخيرة، منهم كتاب عمله جوشوا ليدربرج كمان، وده كتاب بتاع الجورنال اوف الامريكان ميديكال اسوسيشن وغيره فيه. فنسأل ثلاث أسئلة: هل من الممكن أن يتم بيولوجيكال تيروريزم؟ Where it could strike what we know today. فإذا بدأنا بإيه اللي يعني is it possible؟ possible. لانه بنتكلم احنا اساسا على اي باثوجين. باثوجين اي حاجه تؤدي الى مرض الانسان، او بايوتوكسين اللي هو حاجه سامه، سم بينتج من ماده طبيعيه زي النبات او الحيوان، مش ماده كيميائيه يعني، ويستعمل ضد الانسان او ضد النبات او ضد الحيوان. وممكن الغرض منها يبقى ان الناس تعيا، الناس تموت، ان الناس تخاف، ان يحصل societal disruption، ان الاتاك on agricultural plants and animals ممكن الهدف منه يبقى هدف اقتصادي. تاريخيا في من 1340 في الحروب الأوروبية في بعض الناس لما جاء الطاعون حطوا الجثث بتاعت الموتى بالطاعون على المنجنيق ورموهم فوق الحيطان بتوع المدينه اللي جوه عشان يعدوا الناس اللي جوه. فده كان يمكن يعتبر من امثله الاستعمال بتاع السلاح البيولوجي في الحروب من وقتها. في الحرب العالميه الاولى الالمان استعملوا حاجه اسمها جلاندرز، انتراكس. والجلاندرز انتراكس سمعتوا عنه طبعا. ما تنسوش ان في الحرب العالميه الاولى كانت الحصنه لسه جزء من الاسلحه، كان عدد كبير من الجيوش الضباط بتاع راكبين خيل، ركوب الخيل كان لسه شغال في حرب 1914، ما كانش لسه كله موتورايز يعني. فده كانت مهمه. وفي الحرب العالميه الثانيه اليابانيين بيقال انهم استعملوا في منشوريا نوع من الطاعون موت 50,000 واحد. سنة 84 في الباجوان شري راجنيش عيوا 751 واحد في ولاية أوريغون في الولايات المتحدة بوضع سالمونيلا في المطاعم. وفي التسعينات أوم شينريكيو اللي هم ضربوا المترو بتاع طوكيو بالغاز حاولوا يستعملوا السلاح البيولوجي وما عرفوش، فاستعملوا السلاح الكيماوي اللي هو نوع من الغاز السارين غاز اللي استعملوه فعلا في العملية بتاعته. إنما عشان تعرفوا مدى تأثير الهجوم البيولوجي، سنة 2001 حصل هجوم بالأنتراكس اتحط في جوابات، وقفت التعامل بالجوابات لفترة في الولايات المتحدة. الكونجرس وقف وامتنع عن العمل لمدة كذا يوم. نظام البريد اتوقف، عملوا أنظمة جديدة. مع هذا كل العدد الضحايا كانوا 11 واحد، خمسة بس اللي ماتوا، يعني تقريبا حادثة عربية يعني. ولكن وقف التعامل بالجوابات
مش بس داخل امريكا انما في العالم كله. احنا هنا في مصر في رئاسة الجمهورية جبنا اجهزة عشان نكشف على الجوابات اللي جاية للرئاسة، وده شيء طبيعي لان دلوقتي عرفنا ان بيحطوا سبورز دي بقى ليه مهمة. المهم في 11 واحد تانيين غير ال 11، 22 واحد في كله، 11 استنشقوا الانتراكس منهم خمسة ماتوا، لان ده يعني ليس قوي، في 50% من الناس اللي بتستنشقه بتموت. في 11 واحد جالهم بنسميه كوتينيوس اللي هو عن الجلد، ده تأثيره اقل ما ماتوش يعني. انما السبورز نفسه خطيرة جدا. نقطة بقى الخطورة، الى الان استعمال السلاح البيولوجي ما تمش عشان الناس مش عارفة او الارهابيين مش عارفين يستعملوا اللي هي طريقة توصيل السلاح البيولوجي للهدف. لو حطيته في قنبلة، الانفجار بتاع القنبلة بيموت الجرثومة البيولوجية، الانفجار بتاع القنبلة. لو حطيته في المية بتبقى دايليوتد والكلور بيموتها، فما لقوش الوسيلة. ولكن من الخطأ ان احنا نقول عشان ما قدروش في الماضي يبقى مش هيقدروا في المستقبل. لا، العلم بيتطور بسرعة كبيرة جدا، وفي تخوف ان هيحصل ويبنايزيشن في الحكاية دي قريب. فحتى التقرير بتاع 2006 لهانس بليكس لما كان عندنا، كان هو رئيس اللجنه دهيا ويبنز اوف ماس ديستراكشن كوميشن، قال ان من بوتنشال بروبلم جايه من سرعه التطور في علوم البيولوجيه اللي هتؤدي الى ان القدرات والامكانيات العلميه والتكنولوجيه الجديده هتتطور اسرع من قدره الاجهزه الحكوميه والاداريه والامنيه انها تتعامل معها. يعني من الخطورات اللي هم ذكروها في هذا التقرير. ليه؟ لان التكنولوجيا بتمر بمودلز بفتره، بيبقى فيها فتره البحث الاساسي او البيزك ريسيرش، وبعدين التطبيقي، وبعدين بقى في تكنولوجيا بدائيه والناس تبتدي تستعملها، وبعدين بيبقى في تطور كبير جدا في التكنولوجيا بقى وناس كتير تستعملها، وبعدين بتوصل الى الماس ماركت. يعني لو تفكروا في اللابتوبس زي اللي انا بستعمله ده، كان فين سنة 70 وتطور ازاي، التليفونات الموبايلز كان شكلها ايه، كله بيمشي على الكيرف ده. احنا النهارده في البايو تكنولوجي بصورة عامة ماشيين في الحتة دي، لسه في النمو السريع، في فترة النمو السريع بتاع التكنولوجيا الجديدة. فالمشكلة اذا كانت الويبنايزيشن، او ازاي الواحد ياخد، اي واحد يربي هذا النوع من الجراثيم في اي معمل، انما ازاي احولها الى سلاح، دي هي العقده بالنسبه للارهابيين. وطبعا اكثر سلاح افكتيف لو عرفت احولها لايرسول او سبراي، خصوصا لو حاجه بتستنشق. فدي كانت مشكله كبيره. وفي انواع مختلفه بقى، يعني في ايه تعريف الباثوجين، وايه تعريف التوكسين، وايه تعريف التوكسيك، وانفكشس وكونتيجيس. في فرق كبير بين انفكشس وكونتيجيس على فكره، اغلب الناس بتخلط ما بين الاثنين. انفكشن حاجه تبقى فيري انفكتيف، يعني بسال كم عدد مثلا في حاله الانتراكس السبورز الصغيره اللي هم لازم يخش في جسمي كم واحده عشان اتعدي. كل ما كانت النسبه قليله كل ما ده يبقى فيري هاي انفكتيف ايجنت. انما الكونتيجن هو انه قدرته على الانتشار من انسان لانسان او من حيوان لحيوان ايا كان يعني، ولا بيفضل لوكالايزد. يعني في حاجات فيري هايلي انفكشس زي التولاريميا والكيو فيفر والماربل فيفر، انما ما بتنتشرش، ما هياش كونتيجن. يعني ممكن الدكتور يتعامل مع المريض كده. الايدز مثلا، الايدز بينتشر بس بالبودي فلويدز زي ما احنا عارفين، دم او لعاب او اذر بودي فلويدز. فاذا كان الواحد مانع البودي فلويدز خلاص مش هيحصل حاجه، واحد مريض ايدز اسلم عليه مش هيحصل لي حاجه. فدي نقطه مهمه جدا، في فرق بين انفكتيف وكونتيجيوس. الليثاليتي بقى هي، طب اذا تعديت ايه نسبه اللي هيموتوا؟ فبالتالي مثلا تقدروا تشوفوا الحاله اللي قلت لكم عليها بتاعت الانتراكس في امريكا، 11 واحد اتعدوا من الريسبيراتوري، خمسه منهم ماتوا. ده فيري ليثل.
11 واحد اتعدوا بالكوتينيوس ولا واحد مات. ف it's infectious، انما الليثاليتي بتختلف اذا كان ريسبيراتوري او اذا كان في الجلد. فاذا رجعنا للبايو تيروريزم، وات از ذا دينجر بقى؟ الامباكت اون هيومن هيلث طبعا بيختلف، نوع السلاح اللي هيستعمل هيبقى ايه وهيأثر ازاي. وجزء من هذا ان احنا بيختلف الدوز ريسبونس، يعني ممكن شخص عجوز ومهكع وتعبان اذا جات له دوز صغيره تقضي عليه، ممكن طفل او شاب يجي له نفس الدوز ويتحملها ويعيا شويه ويخف. فالمساله مش مساله علميه، اذا جه الدوز ده يبقى واحده هيموت، ان في تفاوت كبير في جسم الانسان ده من ناحيه. وبعدين في انواع من الاكسبوجر، يعني مثلا الروت اوف اكسبوجر، انهاليشن، انجستشن، يعني المثل بتاع الانتراكس التنفسي 50% من الناس ماتوا، الجلدي ولا واحد مات، فبرضه ونفس المرض يعني. ممكن احنا بنسال طب هل في فرق في التعامل مع خطوره حاجه طبيعيه وخطوره هجوم؟ الحقيقه الاستعدادات لازم تبقى متشابهه، يعني الحاجات اللي لازم نعملها زي ما احنا بنستعد لقضايا انفلونزا الطيور مثلا، نستعد ايضا نفس الاستعدادات هتساعد في التعامل مع اي ارهاب بيولوجي. انما مشكله الارهاب البيولوجي انه ممكن يبقى الانست بيريد بتاعه سريع، بحيث انه مثلا انكوبيشن بيريد ما حسش بيه، وبعدين انست بيبقى سريع فما اقدرش الحق احلل واتعرف بنفس السرعه بحاجات تانية. السبريد بقى ممكن يحصل باي بودي فلويدز، هيموراجيك فيفرز مثلا والكوليرا بتبقى من البراز او من البودي فلويدز، الانفلونزا بتيجي طبعا من الكحه. الحاجات دي لازم الواحد يمنع القدر الامكان. بس زمان هنا في منطقه في اسكندريه اسمها كارانتينا، الكارانتينا دي كانت مراكب بتيجي كان يمنعوها انها تقعد، بتقعد في حاله كارانتين لمده 40 يوم عشان يتاكدوا اذا كان في حد معدي عليها ولا لا. طبعا النهارده مع المطارات اصبح الكلام ده مستحيل وملوش اي فائده بالمره. في بقى تاثير كبير بيحصل، تاثير سيكولوجي، يعني بيحصل ازمات سيكولوجيه من الهجوم البيولوجي. بعد سنه 2001 في الازمه بتاعت الانتراكس، احنا حللنا دلوقتي بعديها من 2001 واحنا بنتكلم تاريخ دلوقتي، المساله اللي بتكلم انا ده مثبت، كل الحالات عدد الناس اللي اتعدوا في امريكا 22 واحد، 11 اتعدوا ريسبيراتوري مات منهم خمسه، و11 اتعدوا جلدي ما حصلش حاجه. انما الاف الناس كانت خايفه على نفسها. انا اتعاملت مع البريد وش عرفني حصل لي ايه، هجموا على المستشفيات عشان تكشف عليهم. المستشفيات طبعا ما تقدرش تفترض ان دول كلهم ما فيهمش حاجه، فمضطره انها تكشف على كل واحد فيهم وتدور اذا كان في حالات اضافيه ولا لا. فدي لوحدها عملت اوفر ساتوريشن على المستشفيات والنظام الصحي اللي في امريكا، ما كانش النظام الصحي في مصر. ما كان النظام الصحي في امريكا كان غير قادر على انه يتحمل العبء بتاع الاف الناس اللي جايين كل واحد عايز يكشف. فشوفوا قد ايه التاثير والديسربشن الاجتماعي اللي بيحصل من ارهاب بيولوجي. وعلى فكره ده ارهاب بيولوجي بتاع واحد، شخص واحد، مش واحد مجنون العمل العامله دي، مش حتى منظمه ولا اي حاجه بتاع. فدي كانت مشكله كبيره جدا، ولذلك بنقول انه مهم جدا دور الاعلام في التعامل مع هذه القضيه. طب ايه اللي ممكن يتاثر بهذا النوع؟ ممكن يبقى على الزراعه، ممكن يبقى على الطعام بتاعنا، ممكن يبقى في الميه، وممكن يبقى على الناس. على الزراعه مثلا القطن بتاعنا، هل ممكن القطن بتاعنا يتاثر ولا لا؟ ممكن، بس يعني تاثيره هيبقى محدود جدا وقيمته في تاثيره هيبقى قليل. في كان حد هيعمل سلاح بيولوجي يعني مش هيدور انه يبوظ القطن، انما ممكن اون ذا فود سبلاي ممكن. وفي فعلا دراسات حول هذا الموضوع،
وبصفة خاصة على مثلا القمح أو الحاجات اللي هي أساسية بالنسبة للأكل. وده الكارنر بلانت ده بيهاجم ال تريتشا انديكا دي، بنسميها بتهاجم النوع جميع انواع القمح مثلا. ممكن واقرب انه لو حصل حاجه هتتعمل في اللايف ستوك. اللايف ستوك تنتشر بسرعه جامده جدا وليها تاثيرات وتداعيات اكبر، وبتؤدي فعلا الى عبء اقتصادي كبير، زي ما شفنا في الفوت اند ماوث ديزيز، زي ما شفنا في الماد كاو لما اضطروا انهم جنون البقر اضطروا يموتوا مليون بقرة مرة واحدة وبتاع، ويعدموهم ولا تستعمل ولا تباع ولا مش عارف ايه. فبيبقى تأثيرها الاقتصادي على قطاعات كاملة من الزراعة بيبقى كبير. ميزتها بالنسبة للي بيهاجم انها مش محتاجة الويبنايزيشن، هيبقى اسهل قوي، لان بحط وصله لعدد معين من البقر في القطيع او الى الغذاء بتاع الالاف المؤلفه من الفراخ اللي بتتحط في حته واحده كلها بتتعدي مره واحده. احسن رد لهذا هو ان الواحد يتحفظ بان يكون عنده نظام امني كويس. ومن الحاجات الطريفه بيقال في دراسات موضوعيه ان 90% من فائده النظم ضد السرقه هو وجود اليافطه اللي بتقول ان هذا البيت محمي بنظام الكتروني، لانه السارق هيروح على بيت تاني بدل ما يحاول ان هو يخش بيت فيه يعني مجرد اليافطه بتجيب 95% من الفائده بتاعت النظام الالكتروني. وانه اللايكلي فالنربيليتي بتاع الفود سبلاي انه كل ما كان في متخيلين ان الديتكشن هيبقى واطي كل ما يبقى الفالنربيليتي عالي. طبعا ده حاجه متوقعه. طب ايه قضية المية؟ ممكن بس في بروبلمز. المية تبقى كميات كبيرة جدا، ده ريزرفوار مثلا للمية. احنا معتمدين على النيل، انما بصورة عامة الريزرفوار بتاع المية، الريزرفوار بتاع المية بيبقى ضخم، فكم المادة التوكسيك اللي هتتحط فيه بيحصلها دايليوشن كبيرة جدا. وبيبقى ايزي تو ايدنتيفاي وايزوليت، لان تقريبا ما فيش حد دلوقتي في اي حتة في العالم بيشرب مية من غير ما بتعدي على محطات التكرير الميه. فتكرير الميه بيحصل لها كلورينيشن، والاربن ووتر سبلاي بيتعرف فيري كليرلي اللي موجود فيه، وبالتالي بيبقى في ميثودز بتمنع انتشاره عن طريق الميه. فا اتس جوينج تو بي فيري ان افكتيف كومبيرد تو اذر اتاكس. دايركتلي اون بيبل هو ده الاوقع، يعني ان واحد هيهاجم الناس على طول. ويبقى حاجة عن ايرسول ديسيمينيشن، ويعتمد على ان الناس اللي معديين هم اللي هينشروا العدوى في بقية الناس. واذا تخيلنا اللي حصل حاجة بالذات بالنسبة للكوفينج، الكوفينج او زي الانفلونزا 1918 ممكن تبقى خطيرة جدا جدا جدا. على فكرة الواحد لما يبقى عنده عدوى إذا عطس يقدر يوصل لغاية 5 متر، يعني واحد على بعد 5 متر منه ممكن يتعدي. فممكن يتعدي، مش بالضرورة يتعدي، منه ممكن يتعدي. فبالتالي التخوف من حاجة ريسبيراتوري تتحط في الناس والناس تاخدها معاها في محطات المترو ومحطات القطارات والاتوبيسات وبتاع، ده التخوف الكبير اللي بيرجعنا للصوره بتاعت 1918. فذير از ريل دينجر. وفي براكتيكال ستيبس، ان الناس لازم زي ما احنا اتعلمنا دلوقتي في المطارات يقول لك ما تسيبش الشنطه بتاعتك، واذا لقيت شنطه متروكه قول للجهات الامنيه ان في شنطه متسابه هنا. في مجموعه خلاص بقى ناس اتعودت في السفر على اجراءات ما كناش نعرفها من 20 سنه او 25 سنه. فده كله لازم مطلوب ان يبقى فيه تعريف، زي ما احنا هنا في مكتبه اسكندريه بنطالب ان احنا نعمل فاير دريلز ونعمل مش عارف ايه ونتجارب ونشوف الناس بتعرف تطلع من الحريق وهتعرف طريق الحريق، ونعمل مره واثنين وثلاثه. لازم يبقى في دريلز تتعمل على هيحصل ايه وتتعاملوا ازاي في حاله وجود مشكله هجوم بيولوجي. تعملوا ايه؟ طبعا كما تتوقع كويكلي جيت اواي، غطي مناخيرك وبقك باي منديل او حاجه
قدر الامكان اول ما توصل اغسل ايديك بالميه والصابون، اتصل بالجهات الرسميه، تابع بقى التلفزيون والراديو بتاع عشان تعرف اخبار، واتبع التعليمات. اذا قالوا ما تروحش الحته الفلانيه روح الحته الفلانيه، اهل الحته الفلانيه يقعدوا فيها، الناس ما تروحش مثلا، هنحاول نعزل منطقه معينه. كل لازم يبقى فيه تعاون مع الجهات الامنيه والصحيه. ايه اللي نعرفه النهارده عن البايو تيروريزم؟ نعرف كتير قوي. السي دي سي اللي كنت بكلمكم عنه، اللي هو السنتر فور ديزيز كنترول اللي موجود في اتلانتا، حددهم كاتيجوري A وكاتيجوري B، وبيدرس كاتيجوري C. كاتيجوري C فيها حاجات لسه ما نعرفهاش كويس، زي النيبا فيروس، ده اساسا انواع من الخفافيش بتنقل الفيروس ده، ودي ما موجوده في اسيا من الهند لغايه غينيا واندونيسيا، وبتاثر في مناطق معينه في بريسبن وفي استراليا كذلك. هم اللي بينقلوها دول. الهانتا فيروس موجود في شمال شرق امريكا وطبعا في كل افريقيا، وبينقلوا الفئران. وده طريقه نقله من فضلات وبقايا الفئران. وانما دول تحت الدراسه. خلينا نتكلم على الاي ان بي اللي هم كلاسيفايد من السنتر فور ديزيز كنترول السي دي سي. وقالوا كاتيجوري اي دي هي اخطر حاجه بقى، اللي هي اولا اختاروها ليه عشان يركزوا عليها؟ لانها كونتيجيوس، كونتيجيوس على عكس انفكشس. كونتيجيوس يعني قابله للنقل بسهوله من شخص لشخص. ثانيا فيها هاي مورتاليتي ريت. ثالثا طبعا تاثيرها على المجتمع هيبقى كبير، وهتحتاج تحرك سريع من الجهات الصحه العامه. فيها بكتيريا، فيها فيروسات، فيها بايوتوكسين. البكتيريا عبارة عن حيوانات صغيرة مكونة من خلية واحدة. الفيروس ده أقل من الخلية. هو عبارة عن دي ان اي او ار ان اي لازم يخش جوه الخلية عشان يتحول او عشان يقدر يتكاثر. البيوتوكسين ده السموم اللي موجودة من سبب بيولوجي، طلع من سبب بيولوجي. ثلاثة موجودين في الكاتيجوري A. ادي السبع انواع اللي محطوطه كاتيجوري A. نمره واحد كان الانتراكس اللي استعمل في امريكا. انا طبعا دي قصه، ادي الجوابات اللي راحت واللي حصل فيها ما حصل فيها، وده الناس كانت بتلبس كده عشان تتعامل مع هذه الجوابات. الانتراكس سبور از فيري 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 سمول، عباره عن بليه بس حجمها واحد مايكرون، مايكرون يعني واحد على ألف من المليمتر. عشان ديكوا فكرة، الورقة سمك الورقة العادية 25 مايكرون، سمك الشعرة بتاعت الإنسان 50 مايكرون. يعني الـ لو ده، لو دي شعرة، ادي السبور بتاع الأنتراكس بالنسبة إليها. فالسبور بتاع الانتراكس حتى واحد ما يشوفوش بالعين المجرده، ترابه رفيعه خالص خالص خالص، تخش في اي حاجه تاثر على اي حد. بتعيش ازاي وبتاع، طبعا ازاي دخلت في الجوابات، ومن الجوابات بتطلع في الانسان بيستنشقها، بتخش في الرئه وبتجيب له الانتراكس، عشان كده مات. انما التحليل العلمي مطلوب. اللي على الشمال، اللي على الشمال ده الباسيلس انتراسيس اللي هو بتاع الانتراكس. اللي على اليمين باسيلس تورنجنزيس، دي حاجه فيري بناين ومفيده للانسان. فلازم التحليل السليم العلمي السليم، الواحد يعرف بيتعامل مع ايه، مهم جدا. الواحد مش عايز يعمل بانيك للناس على حاجات ما فيهاش ضرر للانسان. فلازم دور العلماء عشان يتفاعلوا مع الجهات الصحية والإعلام والجهات الأمنية في البيوتوريزم مهم جدا. ده تأثير الأنتراكس، طبعا مطير الرئة خالص. ده الكوتينيوس أنتراكس اللي كان فيه 11 حالة بس ولا واحد منهم مات. الأنتراكس لما بيخش بقى بيعمل فاكتشرز افكتنج، بيخش عن طريق الليمف نودز، اما بيروح للمخ ويعمل مننجيتس بيؤدي الى الوفاه، او بيخش الى الدم كله بيعمل جنرالايز شوك وبيؤدي الى الوفاه، او بيخش في اللنج
وبيجيب طبعا بلوريزي وبيؤدي الى الوفاه ايضا. في بتكتل عشان كده 50% من الناس اللي جالهم ماتوا بصوره او اخرى من هذا. ده التحليل بتاع الانتراكس، واحد لست ايام مش عارف ايه، ممكن يوصل 42 يوم ايه لا. المهم مش هنخش في التفاصيل دي، كلها موجوده في مراجع اللي عايز يشوفها. تاني واحد من بعد كده اللي هو الطاعون. الطاعون طبعا له تاريخ مناي زي ما انتم عارفين، طير في القرون الوسطى تلت العدد السكان بتوع اوروبا ونص اللي كانوا في المدن. اسمه ياسينيا بيستس، وده شكله اللي بيبان بتضخم تحت الباط في الليمف نود اللي منه بيتحول كل التأثير على الدم. وده اللي كان الناس مش عارفين وقتها انه كان بينتقل بالبق اللي موجود على الفئران. ما كانش عارفين ايه اللي بينقل الامراض دي كلها وليه مناطق كلها بتصاب بالطاعون. التولاريميا فظيعه، ده بتبان على الصابع هنا، ده المرض بتاعها فانسيلا تولارينزيس. وده ايضا مودريت ليسالتي، يعني نسبه معينه بتموت حوالي 25% بس مش 50% او يزيد، وبتتواجد في المويست سويلز، ممكن تبقى ستيبل لمده طويله من الزمن. الماربورغ فيبر انواع معينه من الفيبرز، في كتير منها من اسره دهين الماربورغ فيبر والهانتر، في كل انواع الفيبرز دهين موجوده بالذات في المناطق الاستوائيه وبتنقلها حاجات كتيره انها ممكن تتاثر، لان دي فايرال هيموراجيك فيبر، أسوأ نوع منها اللي هو الايبولا. الليثاليتي بتاعته اكثر من 25% من المصابين بيموتوا. فمسألة مش بسيطة. الإيبولا بقى دي فظيعة بقى. الإيبولا حتى يمكن منكم طلعت في أنجولا ولقوا قرى كاملة الناس كلها ميتة، ودم بيطلع من بقهم ومن مناخيرهم ومن ودانهم ومن بتاع بيسموها الهيموراجيك فيفر. حتى اتعمل أفلام مع داستين هوفمان اسمها أوت بريك وغيره على الحاجات دي، إنما أساسا طلع من أنجولا. وده شكل الإيبولا، تعرفوا عليه never get sneezed upon، حاسب محدش يعطس عليك. كان حطينا وقتها ده بتبان الهيموراجيك راشز. لغاية دلوقتي مش موجودة غير في الحتة دي في افريقيا، مش موجودة غير في الحتة. طبعا اندرست في المعامل الغربية دراسة كاملة، انما تأثيرها محدود مثل اكس ريد بليدنج ايز الى اخره. انما شوفوا الليثاليتي هنا بنتكلم على 50 الى 80% من المصابين بيموتوا على طول. السمول بوكس ده مخيف جدا. السمول بوكس هو المرض الوحيد اللي احنا فعلا قدرنا نقضي عليه. ات واز اوكيرنج، ات واز ايراديكيتد 1977 قضينا عليه في العالم كله، وكان نجاح كبير لل WHO. المشكلة بقى ترتب عليه حاجة وحشة قوي. طبعا هو كان قبل كده بيقضي على ده تأثيره، السمول بوكس الجسم كله بيبقى عبارة عن فقافيق بالشكل ده، انما بطريقة التطعيم او الفاكسينيشن ترتب ان احنا قدرنا نلغي هذا المرض كاملا. المشكلة بقى ان لان المرض مش موجود ومش فاضل منه الا بعض العينات في المعامل، الناس العواجيز اللي زي احنا اتطعمنا واحنا صغيرين، انما كل الجيل اللي بعد 77 ما اتطعمش. الغالبيه العظمى في العالم ما اتطعمش، المرض اختفى من العالم، قضينا على المرض في العالم. فالجيل الحالي اللي موجود في العالم كله مش متطعم ضد السمول بوكس. إذا حد أخذ عينات من اللي متواجدة في المعامل بتاعة الريسيرش والميليتري ستوكس دي وطلعه تاني هيبقى تأثيره رهيب، لأن مفيش فعليه قوات أمنية جامدة جدا. وكان في كلام هل نقضي عليه نهائيا؟ ففي تخوفين، يقول لك لا طب افرض احنا قضينا وفي حد احتفظ بعينة في حتة، يبقى وقتها مش هيبقى عندنا حتى عينه نطلع من عليها مصلي او نطلع من ضدها انتي توكسين فاكسين نقدر نتعامل معاه. فالكلام حول هذه القضيه ما زال مستمر، انما عليه قوة امنيه كبيره جدا. ده ازاي السمول بوكس فيروس بيتعامل، ده الفاريولا شكله ايه،
وطبعا خطورته لانه بينتقل مش بس through direct contact انما ايضا عن طريق الاستنشاق او respiratory disease. فلو we have to follow standard isolation requirements. البوتوليزم ده بيجي ساعات بيبقى نوع من التسمم موجود في الاغذيه وبيأثر على الناس. دول انواع كاتيجوري 1 3. كاتيجوري بي كوليرا جلاندرز كيو فيفر انسيفاليتس ورايسن. انا هقول حاجه واحده على الرايسن. الرايسن ده غريب اغلب الناس تعرفه لانه موجود في الكاستر اويل في زيت الخروب. الزيت ده بيطلع من الحبوب دي مش خروب اسمه النبات ده الرايسن. ايوه بالظبط. الرايسن بليف ات اور نوت النقطه اللي عايز اقول لكم عليها دي حاجه رحمه من اكثر السموم عنفا من السموم الكيماويه عنفا اللي هو الساينايد. اللي ياخد ساينايد ده بيموت على طول. بتشوفوهم في الافلام بقى لما يسمموا واحد ومش عارف ايه واحد يروح واقع كده. الرايسن قوته 6000 مره اكتر من الساينايد. يعني الرايسن تاثيره على الانسان 6000 مره اقوى من الساينايد. وده متواجد في الطبيعه بسهوله جدا في كل حته. وبعدين مشكلته انه فيري كان بي فيتال وان انهيلد انجستد اور انجكتد فيري توكسيك نو فاكسين افيلبل. ف في تخوفات وبيقولوا ان وجدوا بعض الحاجات عند جماعه القاعده في افغانستان. انما في حاله مشهوره قوي اللي يفتكروا منكم القصص دي مشهوره جدا. في واحد بلغاري قتل في لندن سنه 78 بشمسية. كان واقف في محطة وجاء راجل سوفيتي وراح ضربه بشمسية طلع منها زي إبرة زي روايات كده بالظبط وضربه في رجله في الحتة دي في رجله. قال أي في حاجة وقعت كده وشويتين وراح واقع. حللوا لقوا إن هو كان تشك بدبوس محطوط عليه رايسن. ودي كانت حالة كبيرة. حديثا زي ما انتم عارفين برضو موتوا واحد براديو اكتيف باليديوم ايجنت في لندن برضو السوفيت او الروس بقى اللي موتوه المره دي. انما الرايسن 6000 مره اكتر من الساينايد. ريلي ستانينج فيجر يعني. فالانكوبيشن بيريد بتاع فيري هاي. دي كاتيجوري بي ثريتس. وات تو دو اباوت ات انترناشونالي وناشونالي. انا عندي اقتراحين. internationally ان احنا لازم نزود التريتي ريجيم ونتعاون مع بعض زي ما الجنيفا بروتوكول بدا من 25 سنه 1925 بيتكلم على انه prohibition of the use in war asphyxiating gas and of bacteriological methods of warfare موجوده في التكست بتاعه. لازم يتحول بقى الى واقع يعني. ال prohibitions shall be universally accepted as part of international law binding alike the conscience and the practice of nations. ده التكست بتاع الموجود في الاتفاقيات بروتوكول. في بقى اتفاقيات اخرى ضد النيوكلير وضد الكيميكال وضد البيولوجيكال ويبنز. طبعا الوضع النووي ده قصه مش هنتكلم فيها دلوقتي. الوضع الكيماوي اتفاقيه كيماوي 178 دوله وقعوا عليها. والبيولوجيه والتوكسيك ويبنز اول اتفاقيه ديزارمنت بتمنع الحصول على والاحتفاظ بكاتيجوريز معينه من السلاح اللي هي السلاح البيولوجي. المفروض وقع عليها 155 دوله من سنه 75 انما لسه ما فيش اتفاق على كيفيه التعامل مع الاجريمنت بتاعه. بالنسبه للوضع ده اسرائيل ما مضتش دي طبعا ما تمضيش اي اتفاقيه اسرائيل الاتفاقيات العالميه وان كانت وقعت بس ما عملتش راتيفيكيشن للكيميكال ويبنز. ايران والسعوديه موقعين على الكيميكال يعني موافقين على الكيميكال. مصر والعراق وسوريا لسه ما وقعوهاش. العراق طبعا القدرات الكيماويه بتاعتها تحطمت. مصر وسوريا وقعوا بس لسه ما عملوش ريتيفيكيشن للاتفاقيه البيولوجيه. وايران والعراق والسعوديه وقعوا الاتفاقيه البيولوجيه. ده الاوضاع اللي احنا فيها دلوقتي. ومواقف المصري عامه في هذا ان احنا مستعدين نوافق على كل حاجه على شرط اسرائيل كمان توافق معنا. يعني ما مش هيبقى الاستمرار دايما ان احنا نوافق نضع قيود على انفسنا هم ما بيضعوش قيود على انفسهم.
لازم يبقى فيه المزيد من التعاون ضد الإرهابيين، وده يقضي أن إنتربول لازم تلعب دور أكبر. ويؤسفني طبعا أن أغلب الناس ما يعرفوش إنتربول. إنتربول دي المؤسسة الدولية للتعامل مع البوليس، وأغلب الناس لو نزلتوا على جوجل تدوروا على صور للإنتربول هتلاقوا الروك جروب، باند بتاع موسيقى روك اند رول، هو اللي بيطلع مش الأصل. أنا كنت بقول حتى لمحمد الفحام، طب أنت رحت معايا كم مرة اليوم؟ بنروح بايو فيجن ورايحين بعد اسبوعين في بايو فيجن. طب حد عارف ان الكابيتال ان الهيد كوارترز بتاعت انتربول موجوده في اليوم في فرنسا؟ فلازم تلعب دور اكبر الحقيقه. لازم نزود التعاون العلمي، ده مركز السي دي سي بتاع اتلانتا. لازم نزود التعاون العلمي عشان نتعرف على الفرق زي ما وريتكم ما بين البناين والدينجرس في الانتراكس. وطبعا بنات احنا بنتعاون فعلا، ولازم كل يتعاون مع ال WHO في جنيفا، ويبقى كل الكوردينيت انترناشونال هيلث اند فيتو ساينتري سيستمز. وال WHO الحقيقه قامت بدور كبير، لان من تخليص العالم من السمول بوكس الى دورها في انفلونزا الطيور والسارس كان دور الحقيقه ممتاز في التنسيق ما بين الدول. انما بالنسبه للارهاب البيولوجي لازم يكون عندنا سياسه اعلاميه دولية توصل ما بين الدول وبعضها على الإعلام الحقيقي، فده اللي لازم نعمله دوليا. طب في مصر نعمل إيه؟ أنا في رأيي إن إحنا لازم نساعد في التريتي ريجيم الدولي ونتعاون مع الدول الأخرى، لأن النهارده الناس تنتقل عبر الحدود بسهولة جدا. لازم نزود التعاون الدولي ما بين المراكز الطبية بتاعتنا والسي دي سي، وده ممكن نبقى على وصلة على طول معاهم، نبعت لهم الصور والعينات بتاعتنا، نستلم الصور والعينات بتاعتهم على طول، ان يبقى عندنا وضوح في صناعه القرار، الجزء الامني، الجزء الصحي، الجزء الاعلامي، بيتعاونوا مع بعض ازاي، ده موضوع كبير نبقى نتكلم فيه لوحده. طبعا محاربه المجموعات الارهابيه والتعرف عليها امنيا ومتابعتها امنيا، ده جزء منه، في جزء منه تعليم، وجزء منه زي ما قلنا البريفنشن تعامل معاه ازاي، واتكلمنا على الميتافور بتاع الواحد تعامل معاه ازاي. انما لازم يكون في امكانيه في عدد من المستشفيات نقدر نكشف على حاله ونعرف على طول هي ايه. هذه الحالات تفتكروا قد ايه كان اهميه فانكوفر؟ حاله واحده ما اتكررتش مقابل تورنتو، فلازم ان احنا نقدر نعرف الحالات ونعرف الببليك كمان. يكون عندنا جود امبولانس سيرفيسز وغرف استخبار في المستشفيات. الدياجنوزس يتعامل ويتعرف ويتبعت للمراكز المتخصصة على طول للتحقق منه. الريفرنس هوسبيتالز ممكن نعملها بسهولة في مصر. أنا في رأيي إن احنا نبدأ بست مستشفيات، لو حطينا مستشفى في وسط الدلتا، واحدة في اسكندرية واثنين في القاهرة، واحدة في أسيوط، واحدة في الأقصر، يبقى غطينا 90% أو أكثر من الخطورات، وبعدين نزود في مرحلة ثانية خمس مستشفيات اضافيه، يبقى النتورك ده متوصل كله على بعضه بصوره معلوماتيه بتسمح بالتواصل مع السي دي سي ومع الدبليو اتش او بصوره على طول علميه، والاهتمام بتكوين كوادر من الممرضات للتعاون مع الحالات اللي هتوصل. الديتا سنترز لازم نتابع الحكايه دي عشان مهم قوي في حالات العدوى، وزي ما قلت لكم في الموديلنج بتاعه يتعمل يبقى في ربط ما بين الديتا سنترز والمستشفيات ده. نتعرف على السنسر تكنولوجي، ده احنا بنقدر نعرف النهارده بصمه الجرثومه، بنعرف الجرثومه دي طلعت من يعني معمل بنقدر نعرفها. فلانه مهم قوي ان الواحد يقدر يتعرف هل فعلا في حاجات موجوده، باثوجنز موجوده. انما خدوا بالكم من حاجه، الخطوره طبعا الواحد يعمل ميس دياجنوزس يقول دي حاله كذا وتبقى حاله حاجه ثانيه. انما الخطوره ان الواحد يعمل فولس بوزيتيف، لانه ممكن يعمل حاله بانيك والناس كلها تخاف ونقول لا ده احنا كشفنا حالات بتاعه الطاعون مثلا وبيطلع ما هوش طاعون، يبقى الناس كلها هتخاف وهيحصل ازمه، والتاثير السلبي بتاع العمل الارهابي اللي هو نتيجه الارتباك اللي هيحصل في المجتمع هيحصل بالاعلان الخاطئ اذا الجزء العلمي ما اتعملش مظبوط. فلازم نهتم بهذا الجزء العلمي ويبقى فيه confirmation by conventional analysis، وطبعا نحمي البايو هازرز ونعرف الجمهور بهذا. كل ده جزء من العمليه، ونحضر نفسنا بقى بفاكسينيشن وبوست انفكشن سيستمز، لان التطعيمات مهمه قوي كوسيله للتعامل مع زياده المناعه الانسانيه. الفورنسكس بقى اللي هو التحليل العلمي عشان الواحد يعرف بالظبط ايه اللي بيحصل في الحالات بعد ما تحصل،
ده جزء منه، وتدريب الناس للتعامل مع الأزمات من حيث المعلومات والاتصال ازاي، وفي برامج بتقول ازاي المعلومات لازم المستشفيات والدكاترة والمعامل والفارماسيز والانترنت والابليكيشنز والليجاسي فايلز، في سيستمز متوضبة في الدول المختلفة ازاي المعلومات دي تنتشر ما بين الناس وبعضها. فده اللي احنا نقدر نعمله محليا ودوليا، واحنا وصل الحاجات دي كلها ونركبها مع بعضها ونبقى على اتصال مع باقي العالم، ممكن نعمل كتير جدا. ختاما انا ارى طبعا ان هذا النوع من الارهاب غير التقليدي ممكن يحدث، خطر، انما حتى probable انه هيحصل in the future sooner or later يعني. Whether nuclear, ideological, chemical, biological or cyber are all possible. والبيوتيروريزم is possible، وبالتالي ان احنا هنحضر نفسنا لهذا ونتعامل معاه زي ما نتعامل مع اي خطر اخر. وده اقل ما يمكن احنا نعمله، نتعاون مع كل جهات العالم لمنع هذا الضرر، وهذا ما يجب ان نقوم به للجيل القادم وللعالم اجمع. وشكرا لكم.